وأسوأ من ذلك كله أنه إذا ذهب إلى المدينة وزار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اقترب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعوه من دون الله، فربما قال سامحني اغفر لي قصرت بحقك، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون شيء من ذلك، ما يسألون الرسول عز وجل، وقد وقع بينهم خلاف كبير إلى درجة القتل، ما تتحاكموا إليه حتى يعني يفض النزاع بينهم، واختلفوا من البداية خلاف يسير، اختلفوا خلافا يسيرا على الخلافة من يخلف الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجر والأنصار، واستقر الأمر بالإجماع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك ما تحاكم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات كما قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فالرسول مات صلوات ربي وسلامه عليه. وذا قال أبو بكر في كلام المشهور، مقولة المشهورة ماذا قال؟ قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فأنت إذا أردت أن تدعو فادعو الحي الذي لا يموت، الذي يجيب دعاء الداعي إذا دعاه، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويسمع دعاء الداعي، فلا داعي أن ندعو أحدا من دون الله عز وجل، لا رسول ولا ملك ولا ولي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.